قبل كل شيء اشترك الآن وتعلم معنا اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة التركية بسهولة ويسر، ولا تنسى مشاهدة الفيديوهات السابقة. السلام عليكم، اليوم هنشرح زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر am أو is أو are زائد الفعل زائد ing، am أو is أو are زائد الفعل زائد ing. I بتاخد am و he و she و it بتاخد is، we you و they بتاخد are. I بتاخد am، he و she و it بتاخد is، و we و you و they بتاخد are. يبقى am أو is أو are زائد الفعل زائد ing. بيعبر عن حاجة بتحصل الآن، يعني مثلا they are playing now، they are playing now هما بيلعبوا، أو she is working، she is working هي بتعمل، أو I'm reading، I'm reading أنا بقرأ، أو مثلا he is running in place، he is running in place هو بيجري في المكان. look أو it's raining، look it's raining هي بتمطر. يبقى حاجة بتحصل الآن، هو بيقرأ دلوقتي، هو بيجري في المكان دلوقتي، بتمطر دلوقتي، حاجة بتحصل الآن. طب لو أنا عايزة أسأل يعني إزاي أكون سؤال، يا إما ممكن السؤال يكون استفهامي مثلا ب what أو where أو why أو how أو إلخ، يا إما ممكن يكون ب yes أو no. لو ممكن لو هنا استفهامي مثلا زي what are you doing، what are you doing now مثلا، ده استفهامي. طب لو yes أو no لو هجيب اللي yes أو هو no هقول مثلا are they playing now، are they playing now، جبت الأول اللي هو are وبعد كده الضمير زائد الفعل آخره ing زائد بقية الجملة. are they playing now، are they playing now هل هما بيلعبوا دلوقتي، أو مثلا if she working، if she working هل هي بتعمل الآن مثلا، أو مثلا I'm reading هتبقى am I reading، am I reading هل أنا مثلا بقرأ، أو is مثلا it raining، is it raining هل هي بتمطر دلوقتي أو هل هي بتمطر. ناخد آخر يبقى مثال he's running in place هتبقى is he running in place، is he running in place، is he running in place هل هو بيجري في المكان. يبقى يبقى بجيب الأول ال be ال am أو is أو are زائد الضمير زائد الفعل آخره ing زائد بقية الجملة. طب ازاي بقى في they are هتبقى they are not، he is هتبقى he is not، I am هتبقى I am not. يبقى they are زائد not أو he is زائد not، يبقى بضيف جنب ال be not. ممكن أعمل لها contraction هتبقى aren't isn't، بعد كده أكمل بقية الجملة. كده عرفنا المضارع المستمر حاجة بتحصل الآن بتتكون من am أو is أو are زائد الفعل زائد ing. وازاي اكون سؤال وازاي انفي. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Goodbye.